الاسم ديالي عادل الصالح، مهني من مدينة فاس، تابع الاتحاد العام للشغالين مهني. كان عندنا اليوم الجامع الاستثنائي، الاتحاد العام المهني النقل النقابة الوطنية لجميع الأشخاص. كان الحضور من مدينة فاس ومن جميع المدن المملكة المغربية، وكانت اللجنة ما دايراش الدور ديالها، وكانوا الإخوان ما كانش شفافية، وكان ديك الجامع ديال الكاتب الوطني تيدوز ثلاثة الولايات وهذه الرابعة ما نحقوش، لأن ما تيكونش في خدمة شفافية للمهنيين. وتنتفاجئوا ما عرفناش كي دار باش كي دار، طلعوه الله يعلم، بلا انتخابات بلا والو، بالجوقة والبلطاجة والغوات. تنتفاجئوا قال لك راه طلع الجلالي الرحماني، وهذا الشيء ما يمكنش، ما خصوش يكون. وخص هذه الانتخابات خصها الانتخابات تعاود، هذه الدورة الاستثنائية النقابة الوطنية لجميع الأشخاص، اتحاد للشغالين، اتحاد العام للشغالين. وهذا الشيء تنتفاجئوا، ما كانش واحد الشفافية، وما كانش، كانت واحد الصورة على هذا الاتحاد العام، حنا ولاد الاتحاد العام. وصراحة عشان نقول هذا الشيء راه ما خصوش يكون، وما كانتش الامور دايزه في صرامه، وكانوا الاخوان ما عندهم لا بطاقات لا منخرط، لا ماشي ولا اتحاد وماشي مهنيين، كانوا وسطاء بحال اللي هادشي ما عرفت
شنقول لك هادشي ما كاين شيء، وهذا الكاتب الوطني راه ممنوع يدوز، ما يمكنلوش يدوز. كاينين الاخوان ما بغى حتى واحد يدوزهم هنايا، والسلام عليكم. لا ما كانش بالاجماع، هذوك ماشي منخرطين وماشي في اعضاء المكاتب، وهما داروا الدور ديالهم وهذاك الشيء شغالهم. حنا تنطلبوا باش يتعاود هذا الجامع الاستثنائي، هذا الشيء اللي تنقول انا. لا ليست، حنا بغينا نديروا ديك الشيء بلا ليست، اللي عنده حق يتفضل واللي ما عندوش حق الله يعاون. وتنطالبوا السيمياره حتى هو يدير التدخلات ديالو، وما كاينش الاسم ها انت هي تتعني ما مكملينش الاتحاد. ها هو شوف دايرين النقابه الوطنيه للمهنيين، وفينا هي راه العنوان غالطين فيه، هذا الشيء راه بحال اللي لعبوا علينا. لا العنوان ما كاينش النقابه الوطنيه المؤتمر الاستثنائي ديالاش، ما عرفناش حنا ديالاش. ها انت يا صوري، ها هي الاتحاد العام للشغالين، وطعنوا لنا في واحد الانخراطات ديال الاخوان، قال لك ما دايزينش، هما دايزين قانونيا ديال دار الاتحاد العام والتزوير وهذا الشيء. لا اله الا الله محمد رسول الله. شنو كطالبوا انتم؟ تنطالبوا يتعاود هذا الجامع الاستثنائي يعني. والسيمياره يتدخل في هذا الشان هذا. عبد العزيز دلاعة، عضو المكتب الوطني لمهنيي النقل، النقابة الوطنية لمهنيي النقل. كنحتجوا حنا هذا المؤتمر الاستثنائي داز ما فيهش شفافية، وما قبلوناش واحد الوصولات اللي طبع فيهم الباشا والقائد، عرضوهم لنا الجهوي ولا المحلي. وهذا الشيء كنستنكروا حنا هذا الجمع الاستثنائي، لان ما داش بواحد الشفافيه وما داش بواحد الديمقراطيه، لان دوزوه كما كنقولوا حنا صحه. يعني كنشوفوا الكاتب الوطني هذه الولايه الثالثه عنده، ما خصوش يدوز، لان خصو غير جوج الولايات وما يزيدش الثالثه وصدق زايد. ما عرفناش لدابا، حنا كننتظروا القانون الاساسي. شنو فيه القانون الاساسي؟ فيه جوج الولايات والثالثه ما يزيدش. القانون ما تطبقش القانون الاساسي، وهذا الشيء كنوجه واحد النداء للسمياره باش يشوف باش يحلنا هذا المشكل هذا. انتم كمهنيين شنو المشكل عندكم مع الكاتب الوطني؟ علاش ما بغيتوش يخدم؟ الكاتب الوطني ما كيخدمش، كيخدم اجندا غير ديال الجهه، واجندا ديال المقاولات الوسطى والمتوسطه، الصغرى والمتوسطه ما كيقومش بها، وما كيدافعش على السائق بصفه نهائيه. هذا هو اللي جعلنا باش هذا. رسالتك؟ هذا هو الرساله ديالك؟ الرساله ديالي خص هذا المؤتمر الاستثنائي يتعاود. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.